أشاد سفير اليمن بالقاهرة دكتور محمد علي بفكرة منتدى شباب العالم، مشددا على أنها جيدة لفتح الحوار مع الشباب. أضاف السفير اليمني بالقاهرة أن مصر استطاعت من خلال المنتدى أن تخاطب العالم بأسره. فكرة بحد ذاتها هي فكرة عالية من الجودة والروعة حقيقة. هي أولا بتتحدث مع فئة مبدعة، فئة قادرة ولديها إمكانية أنها تضع بصماتها للمستقبل. أن تكون الفكرة ناشئة من أن تتبنى شباب الدولة وشباب العالم، بحيث أن يطرحوا الرؤى المستقبلية، وأولها السلام ما بين العالم. فذا شيء فعلا رؤية رائعة، رؤية تعمل على كيفية أن يكون التسامح والسلام هو مبدأنا الرئيسي ما بين الدول، أن يلغى كل الاختلافات الرؤى حول الأديان، حول اختلافات نوع الجنس، حول ما إلى ذلك، وبالتالي تقارب المجتمعات عن طريق بناء أجيال جديدة شبابية. هذا ما أساسا يسعى له العالم ويفترض. وإن تنطلق من مصر دولة المحبة والسلام، فهذا الشيء أيضا الأروع، كما أنها أيضا تعتبرها نحن في الوطن العربي هي قبلتنا وهي المركز الرئيسي بالنسبة للوطن العربي.